أهلا بكم. سئل الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو: ما الوطن؟ فأجاب: الوطن هو المكان الذي لا يبلغ فيه مواطن من الثراء ما يجعله قادرا على شراء مواطن آخر، ولا يبلغ فيه مواطن من الفقر ما يجعله مضطرا أن يبيع نفسه أو كرامته. الوطن هو رغيف الخبز والسقف والشعور بالانتماء والدفء والإحساس بالكرامة. ليس الوطن أرضا فقط، ولكنه الأرض والحق معا. فإن كانت الأرض معهم فليكن الحق معك. الوطن هو حيث يكون المرء بخير. أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.